حياكم الله متابعينا في حلقة جديدة من فكر واربح مع الإسلامي. احنا اليوم موجودين في فرع عرار، راح ندخل داخل ناخذ لنا جولة وندردش مع الزباين، وراح نشوف معلوماتهم الخاصة بالبنك وأيضا الخاصة بالبحرين. دائما أحب أذكر أن برنامجنا فيه الفائدة، المعلومة وأيضا الجائزة. حياك الله معنا في فكر واربح مع الإسلامي. الله يحييك، شرف فيك. وفيك الشيخ عبد الله الزياني. والنعم يا عبد الله، أبيك تسحب واحدة من قيم بنك البحرين الإسلامي، وتحت هالقيمة راح تكون يعني سؤالك، وإن شاء الله توافق. روي للكاميرا. الهوية البحرينية. سؤالك راح يكون متعلق بالهوية البحرينية، إن شاء الله تكون من الفائزين. سؤال الهوية البحرينية يقول: متى تم اكتشاف أول بئر نفط في مملكة البحرين؟ ما في خيارات. من ابتسامتك تعرف، أسيب لك شوية تفكر. ولا بالأربعينات؟ ثلاثينات. إيه. 32. ما شاء الله عليك 32، أمورك طيبة يعني. سي. أول بئر نفط في مملكة البحرين سنة كم؟ 1932. هذي؟ خلينا نشوف جائزتك. 50 دينار في فيرتشوال كارد. الحين تحصل جائزة، ألف مبروك. الله يبارك فيك ويعطيك العافية. خلال السؤال اللي تحت هالقيمة تفوز اليوم. روينا الكاميرا. الابتكار، قيمة الابتكار. سؤالك يقول: حساب بنك البحرين الإسلامي اللي على الانستغرام اللي من خلاله تشوفين مختلف الأشياء. بحرين إسلاميك بنك. رابع على شكل. اي. بطاقة عشان نعرف شنو بحرين إسلاميك بنك. يعطيك 50 دينار في حساب تجوري. ألف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا، يعطيكم العافية. وعمل الأسئلة إن شاء الله تكون من الرابحين. الجرأة، روها للكاميرا. قيمة الجرأة واحدة من أهم قيم بنك البحرين الإسلامي. تحت الجرأة في أسئلة، أسألك واحد منها: متى تأسس بنك البحرين الإسلامي؟ والله صراحة ما عندي علم. حاول تخمن على الأقل، يعني هو صار له فترة خلينا نقول مو قصيرة، وفي نفس الوقت مو بوايد طويلة. حاول تخمن. 2001. بنك البحرين الإسلامي 2001 تأسس. فكر شوي. لا أقدم من جديد بوايد. 1992. آخر إجابة، آخر محاولة. بعد أقدم. أقدم. 1984. للأسف إجابته غير صحيحة. إن شاء الله تكون موفق في المرة الجاية. إن شاء الله. شكرا. ما قصرت. يكون في سؤال لك. أول الكاميرا. الجرأة. تحت قيمة الجرأة في سؤال. جاهزة؟ جاهزة. سنة كم تأسس بنك البحرين الإسلامي؟ 1979. يا سلام عليك. 1979 فعلا هي السنة اللي تأسس فيها بنك البحرين الإسلامي. سحبين جائزتك. أيوة. تمسحين وإن شاء الله نشوف جائزتك اللي ربحتيها. 30. 79 تأسس بنك البحرين الإسلامي، وجائزتك تقول 30 ديار. إيه تفتحينها أكثر. أوكي. بطاقة عشان أعرف شنو في فيوتشر ليدر، في حساب فيوتشر ليدر تحصلينها الآن. شكرا لك. شرفي. شكرا. بس أيوة تراويها للكاميرا. لا تعكسها. أيوة الابتكار، قيمة الابتكار. تحتها سؤال وإن شاء الله تكون من الفائزين. جاهز؟ جاهز. عضو تتألف هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي، وهم مو وايد، عددهم مو كبير يعني. 4. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، شكلك حتى تعرفهم بالأسماء. يعني قولي. صح، 4 صح. اي 4 بس أساميهم بحضرهم يعني ظاهر وياكم عبد اللطيف المحمود. صحيح. اعتقد ان عدنان القطان. اجابتك صحيحه، تسحب لي واحده من الجوائز وتمسح عشان نعرف جائزتك، حتى لو بالمفتاح. ما عندي مفتاح. يلا
50 دينار في حساب تجوري. نعم. ألف مبروك، الحين تحصل الجائزة. شكرا لك وألف مبروك. مشكورين لك. وبكذي تكون انتهت جولتنا في فرع عراد. راح نلاقيكم إن شاء الله في فرع جديد، في حلقة جديدة، ودائما فكر واربح. مع السلامة، في أمان الله.